السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقدم لكم أكلة مشهورة في مراكش، هي الطنجية المراكشية. غادي نعملها لكم في الكوكوت، تجي لذيذة وناجحة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 1.5 كيلو ديال اللحم، يكون مزيان، يكون الملج افضل، يكون الملج. عندنا 2 معلقات ديال السمن، هذا السمن يكون بلدي. عندنا مصيره مرقده، حامضه مرقده كامله، 1/2 معلقه كبيره ديال الكمون، 1 فص تاع الثوم هذا كبير، انا قبضته ودكيته في المهراز، ها هو جا على هذا الشكل. 1/2 معلقة نتاع المساخن، هذا المساخن حلوي ما شتيت تكونو، كان لسان الطير، مسيبيسة، قعقلة، نويورة. كنشدو نفس المقادير، نفس قد هادي قد هادا قد هادا المسلة، وكنقبضوهم كنطحنوهم، حيت كنطحنوهم كنختارو 1/2 معلقة صغيرة، راه مزيانين مكيديرو والو، هادو حلوين اختارتهم أنا. 1/2 كاس ديال زيت العود، كاس ديال الكاس هذا باش نبلو به الطنجيه، قبضته انا خديته ودرت فيه زعفران الحور وخويت عليه الماء طيب وخليته حتى تلق مزيان وبرد. هذا الزعفران الحور هو في الساشي. نبداو على بركه الله، كناخذوا هذا الكاس اللي غادي نبلو به اللحم، كناخذوا منه واحد شويه، ها هو كناخذوا شويه من الزيت، هادشي بينا نديرو هاد القوام باش نخلطو بيه اللحم مزيان. كناخدو التومة، نص معلقة كبيرة ديال الكمون، كناخدو هاد البابة ديال المصير، لقاش باقي هاد المصير بينا نديرو مع الكوكوت في اللحم. طياب داك هاد السمن خليه بلاتي حتى نمزجو هاد الخليط، كنمزجوه مزيان. كنحاولوا نرقدوا فيه اللحم باش هاد اللحم تجي بنينه. بعد ما خلطنا القوام في اللحم غنديروها هادو، نديروها في الكوكوت. كنحطوا اللحم، بسم الله، نزيدو على القوام لاخر 1/2 معلقة ديال المساخن الحلوين، راه وريتكم الطريقة. الزيت تنكملو الزيت اللي خدينا منها قبيلة شوية، كناخدو 2 معالق ديال السمن، هاهما أنا درتها في الكوكوت. هاد الحامضه اللي خدينا منها قبيله اللب كنديرها كاملها، كنديروا هاد الماء اللي باقي، هاد كاس الماء، سواء كانت اللحم كثيره انا درت كيلو ونص ديال الماء وكيلو ونص ديال اللحم، عفوا سمحوا لي انا درت كيلو ونص تاع اللحم، واللي دار 2 كيلو ولا اي مقادير درتوها ديال اللحم، ماشي اللحم كثيره زيدوا تاع الماء، دائما كاس الماء. وهاد كاس الماء كنديروه كنخلطوا في الجناب وكنردوها طيب على النار هادئه خفيفه تقريبا مده نديرها ساعه، من بعد كنطلعوا عليها كنشوفوا اللحم، لان الماء اللحم راه كتلق الماء
حيت نحلو عليها من دابا ساعه كنشوفها، الا نشفت من الماء كنزيد واحد نص كاس الماء، الا ما نشفتش كنعاودو، الا ما نشفت كنعاودو ردوها للطبيب الا ما طابت، ولا طابت كنحيدوها من العافيه لانها كتستغرق تقريبا ساعه ساعه ونص تقريبا باش كطيب على خاطرها، وكنسدو عليها الكوكوت. وهاد الطريقه اللي درت انايا ربما حتى في الطنجيه ديالها تصيفطها للفرناتشي اللي ما تيسليش باش يمشي للفرناتشي، ديرها وندتها في الكوكوت. ردينا الكوكوت على النار، ها هي بدات تغلى، حيت بدات تغلى غادي نقصوا عليها العافيه تكون مهيله ونسدو عليها الكوكوت مده ساعه. بالنسبه للملحه المصير راه فيه الملحه. بعد ما دازت ساعه حلينا على الكوكوت، ها نتوما كي تشوفوا غادي نحاولوا نحركوها. شوفوا اللحم، اللحم باقي ما طابت، خاصها واحد شويه الا طابت نستبه باش نعاودوا نبدا طيب. الماء باقي فيها الماء، ما غادي نحتاجو نزيدوش الماء. نحاولوا اللحم نقلبوها، ها شوفوا نسدو عليها الان، الماء باقي فيها نسدو عليها ونقصو عليها العافيه ونخليوها طيب على خاطرها مره اخرى. الطنجيه ديالنا في الكوكوت جات على هذا الشكل. دابا غادي نقدموها بسم الله. ما كتجي هائله وبنينه. الطنجية المراكشية جات على هذا الشكل، كنتمنى تعجبكم، راه كتجي هائلة. وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم، وما تنساوش قولوا لهم يبارطاجيوها ويديروا جيم وينخرطوا في قناتنا ويوصلكم كل جديد، وشكرا.